نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، الحاكم المسلم الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل ولكن يقول حكم الله هو الحكم الصحيح، ويقول أنا أحكم بحكم أجدادي، حيث أن كثير من طلبة العلم في الكويت اختلفوا على هذه المسألة أنه ولي أمر أو ليس ولي أمر، ومن تنصحنا من طلبة العلم أخذ العلم إليه أو الفتية؟ جزاك الله خير يا شيخ. والله يا محب، هذه مسألة شائكة لا نقول فيها بشيء، ونقول إن الواجب على كل مسلم إذا بان له حكم الله ورسوله أن يتبع حكم الله ورسوله، وأن لا يعجل به شيئا، وأن يعلم أنه لا يصلح الخلق إلا رب الخلق عز وجل، فلا يصلح الخلق إلا شريعة الله. القوانين مهما كانت إذا خالفت الشريعة فلا خير فيها، مهما ظن الإنسان فيها من الصلاح فليس فيها صلاح، لو لم يكن فيها إلا مخالفة أمر الله ورسوله لكان كافيا في الفساد. فعلى جميع ولاة الأمور من المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه، وأن لا يحكموا إلا بشريعة الله، وما وافق الشريعة من الأنظمة فهو مقبول، لا لأنه نظام فلان وفلان، ولكن لأنه شريعة الله عز وجل. وأما قول أنا لا أنصاع للشرع تبعا لأجدادي وأبائي، فنقول هذا كقول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فعليه أن يتقي الله. أما بالنسبة لمن أشير عليكم فأنا لا أعرف جميع العلماء في بلادكم، ولكن فيه أناس كانوا عندنا يأخذون العلم فيهم خير، وربما وإذا سألت عنهم ستعرفهم إن شاء الله. نعم.